السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. بارك الله فيك. مرحبا لله عزيزة. بارك الله فيك دكتور. تنشكرك بزاف بزاف. الله ينور طريقك ويكثر من متالك. يا رب العالمين. العظيم إلا تنشكرك على هذا البرنامج بزاف بزاف. أعزك الله لله. اللي قلتيها تنديروا بها والله العظيم إلا ما تلقاو غير الخير إن شاء الله هو اللي تلقاو. يا ربي يا كريم. والله العظيم يا دكتور الله يجازيك بخير. أكرمك الله لله. تنحلم دكتور واحد الليلة ناعسة وتنحلم زعما رجليا عمري ليا بالنحل. إيه. من التحت. نعم. وزعما وتيقطرو بالعسل. الله. وفوق واحد بشيل داك البيض تاع اللفه سبحان الله العظيم هكا حطاهم فوقو وزعما هذاك النحله تقليه في رجليا وزعما تنبين حيدو وما بغيتش يحيد ليا ولا تقل ليا تيقطر ليا سبحان الله العظيم العسل فوق داك التبصيل. الله الله. وسميتو وفقت. نعم هادي نعم عافاك دكتور واسمح لي واخا غادي نكثر عليك. لا مرحبا مرحبا. الله يجازيك بخير ويخليك لينا دكتور ونكثر عليك. اعزك الله لله. نعم كنسمع داك الشيء طبقت داك الشيء كل اللي قلتي وشربت ان شاء الله من داك الماء اللي درتي اللي قريتي لينا عليه الرقيه وقريت سوره الكهف والواقعه. اييه. وصليت جوج ركعات ونعس. نعم. ومنين عشت تنحلم زعما تنقرا في ايات القران. اييه. وواحد شويه تنحلم زعما سبحان الله العظيم درت واحد الكيكه وواحد الخبزه وخشيتهم في الفراز. نعم. وجات عندي واحد صاحبتي سميتها سعيده زعما بغيت نعطيها منهم. نعم. ومنين مشيت للفران ما بقيت زعما سبحان الله العظيم لقيتهم. نعم. اييه. خيرا باذن الله تعالى العزيزه. خيرا رأيتي وهاد الرؤية كتبين للعزيزة بأنك الحمد لله أنت امرأة مباركة الرجلين عامرين بالنحل. النحل ربي كرمه وجعل لي صورة فريدة في كتابه العزيز صورة النحل والنحل هو في كل كرامات كل خيرات مادام معلق برجليك يعني قدامك قدام الربح مادام كيقطر بالعسل معنى أن رجليك كيمشيو في الحسنات ديال الخير كيزور العائلة وكيمشيو في خطوات ديال الخير وكيسقط في التفصيل بمعنى أنه مقبول عند الله تعالى. فحافظي على هذه الصفة اللي أعطاك الله تعالى ربي يبين لك الأجر والتواب ديال أقدام الخير. إنسان كيمشي برجليه ربما شو واحد بغي يزوره أو شي عندك يقول لك أنا مالي كاع نضيع وقتي ولكن لو عرفتي الأجر والتواب ديال أنك تحمل شوية المشقة وتزور فلان وتمشي في حاجة فلان هذوك الخطوات كلهم الله تعالى كيمحي بهم سيئات ويضيف إليهم حسنات ويرفع بهم درجات. فأنت لله عزيزة كتمشي في الخير هنيئا لك. كونك في المرة الثانية استعملتي ماء الرقية وقرأتي سورة الكهف والواقعة ودتي ركعتين ونعستي هنيئا لك. شفتي في المنام كتقرأي آيات قرآنية. الذي يرى في المنام أنه يقرأ القرآن شهادة له من الرحمن بحسن السيرة والسلوك بمعنى أنه قريب من الرحمن. اللي يقرأ القرآن الكريم في المنام قريب من الله لأن القرآن كلام الله. كونك درتي كيكة وخبزة في الفران وجدت السيدة سعيدة هذه سعيدة يعني كناية على إن شاء الله ربي غادي يسعدك وغادي يفرحك بإذن الله. ولكن درتي الكيكه والخبزه في الفران جيتي ما لقيتيهم شاي يعني ما تبقايش تسولي داك الشيء اللي درتيه خليه لله. عندك تقولي درت هادي واش عقلتوا نهار درت لكم كذا وكذا واش باقي مذكرين نهار صبت لكم كذا وكذا. لا اللي درتيها لله ما نسول عليها.
مادام الامر لله تعالى يبقى اخلاص، وان شاء الله ربي غادي يحفظك وغادي يرعاك وغادي ينورك اكثر فاكثر لله عزيزه. هنيئا لك. ونبقى مع فاصل قصير جدا ثم نعود اليكم، فابقوا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.